السلام عليكم. إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع زراعة البطيخ الأحمر أو مشروع زراعة البطيخ الأحمر. سوف نتحدث عن طريقة زيادة حجم ثمار البطيخ الأحمر لزيادة الإنتاج وكذلك العناية به في المرحلة الأخيرة من زراعة البطيخ الأحمر. كما تلاحظون معي الإخوان، بعد ما قمنا بمشاركة العديد من الحلقات حول زراعة البطيخ الأحمر، هذه النتيجة أمام أعينكم، نتيجة رائعة ومرضية كما تلاحظون معي. أصبحت كتلة البطيخ الأحمر تتراوح من بين 3 كيلوغرامات و 5 كيلوغرامات كما تلاحظون معي. لهذا سوف نحتاج برنامج تسميد في المرحلة الأخيرة لزيادة الإنتاج وتحجيم ثمار البطيخ الأحمر كما تلاحظون معي، لأن البطيخ الأحمر يحتاج تقريبا 3 أشهر من السنة لكي يكون كامل الحصاد وكامل النمو كما تلاحظون معي الإخوان. أول شيء سوف نبدأ به ألا وهو مدة السقي أو كمية المياه، لأن البطيخ الأحمر في المرحلة الأخيرة والشهر الأخير يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وكمية جيدة جدا من حيث السقي كما تلاحظون معي. بالنسبة لمدة السقي أو كمية المياه على حسب نوع التربة، سواء التربة الرملية أو السوداء أو الحمراء كما تلاحظون معي. بالنسبة للتربة الرملية يحتاج البطيخ الأحمر تقريبا ساعة ونصف في اليوم كما تلاحظون معي، لهذا سوف نقوم بسقي تقريبا ساعة ونصف في اليوم بالنسبة للسقي بالتنقيط كما تلاحظون. بالنسبة للتربة الحمراء والسوداء تقريبا 3 مرات في الأسبوع أفضل. كذلك كمية التسميد، حاليا سوف نحتاج 3 عناصر أساسية وثلاث عناصر ضرورية، ألا وهو الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، أفضل العناصر التي يمكنك تسميدها. ويمكنك إضافة عنصر النيتروجين أو عنصر الأزوت لإخضرار وكذلك زيادة النمو على حسب حاجة نبات البطيخ الأحمر. بالنسبة للكمية سوف نتحدث عن الهكتار واحد من زراعة البطيخ الأحمر، يحتاج زراعة البطيخ الأحمر من حيث التسميد في المرحلة الأخيرة تقريبا 10 كيلوغرامات من سماد الكالسيوم أو نترات الكالسيوم كما تلاحظون، لأن الكالسيوم هو المسؤول على زيادة وزن وكتلة حجم البطيخ الأحمر وكذلك تقوية صلابة قشرة البطيخ الأحمر كما تلاحظون، لأن الكالسيوم يساعد نبات البطيخ الأحمر بحد نتيجة رائعة ونتيجة جيدة جدا. بالنسبة لسماد البوتاسيوم سوف نحتاج تقريبا كذلك 10 كيلوغرامات بالنسبة للهكتار الواحد كذلك من حيث التسميد، وسماد المغنيسيوم تقريبا 2 كيلوغرامات بالنسبة لتسميد سماد المغنيسيوم. بالنسبة لطريقة التسميد سوف نقوم بتسميده تقريبا لمدة يوم واحد، وسوف نتوقف عن التسميد لمدة 6 أيام. سوف نقوم بالسقي فقط، لا نقوم بتسميد أي شيء آخر من حيث كمية التسميد أو طريقة التسميد. سوف نقوم بالتسميد مرة واحدة والتوقف عن التسميد لمدة 6 أيام. هذه الطريقة من حيث التسميد هي طريقة سهلة جدا وبرنامج سهل لمدة 15 يوما. من حيث الأمراض سوف نقوم برش بعض كبريتات النحاس وكذلك الوقاية من الأمراض ورش مبيدات مكافحة العنكبوت الأحمر أو ما يعرف برتيلا. فقط هذه الأشياء التي نقوم باستعمالها في هذه المرحلة بالنسبة لتسميد البطيخ الأحمر، وكذلك رش مبيدات الفطرية بالنسبة للبطيخ الأحمر كما تلاحظون معي. إن شاء الله بالنسبة للحجم المتوسط بالنسبة للبطيخ الأحمر يصل تقريبا إلى 24 كيلوغرام، ما بين 15 و 24 كيلوغرام للبطيخة الواحدة من حيث إنتاج البطيخ الأحمر. لهذا صراحة في واحد إنتاج جيد، واحد أرباح محترمة، واحد أرباح جيدة كما تلاحظون، دليل على العناية جيدة والوقاية من الأمراض كذلك والسقي المنتظم كما تلاحظون مع الإخوان على هذا الشكل. وهذه الأمراض التي تظهر مثل مرض البياض الدقيقي وكذلك مرض أرتيلا الذي يجب الحرص عليه في هذه المرحلة. بالنسبة للمساحة المزروعة من زراعة البطيخ الأحمر تقريبا هكتار واحد من زراعة البطيخ الأحمر، ويمكنك زراعته ما بين الأشجار المثمرة كذلك، ويمكنك زراعة البطيخ الأحمر عن طريق اليقطين أو التطعيم عن طريق اليقطين وكذلك زراعته من البذور مباشرة على حسب رغبة الفلاح أو المزارع كما تلاحظون الإخوان. هذه النتيجة بعد ما قمنا بزراعة البطيخ الأحمر، هذه النتيجة أمام أعينكم. إن شاء الله تقريبا بعد شهر غادي نقوم بحصاده، أو أقل من شهر غادي نقوم بحصاده. كما تلاحظون معي هذا البطيخ الأحمر تعاني من نقص الكالسيوم ونقص في المياه، لهذا سوف نعطيها كمية جيدة من الكالسيوم وكذلك كمية جيدة من المياه لتفادي هذا المشكل التشوه بالنسبة للبطيخ الأحمر.
والتوفيق للجميع. أي تساؤل متعلق بزراعة البطيخ الأحمر أو برنامج تسبيدي مرحبا بكم إخوان.